يطلع منهم نماذج ينتفع بها المجتمع. هينضم ليا على الهاتف الاستاذ احمد سويد مدير التعليم الفني بمحافظه المنوفيه. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء الخير للمشاهدين جميعا. كل التحيه وانا بشكرك وبشكر كل من يعني وضع يده في تطوير هذا المبنى التعليمي. العفو يا فندم، ده واجب علينا جميعا، يعني اولادنا يتعلموا في مكان او بيئه جميله جدا لان ده حقهم علينا. عارف وانا بذيع نفس الفيديو ده ثانيه من حوالي كام شهر، وكنت يعني قاعد بزعق وزعلان وبتخانق وده ما ينفعش يبقى فصول مدرسيه ولا تنفع تبقى مدرسه. النهارده انا قدام الحقيقه حلم وردي، ان الاقي المدرسه اللي كنت بتكلم عنها من كام شهر وهي سيئه جدا الاقيها بهذا المستوى العالي جدا في كل حاجه. لا الحمد لله جميع المدارس تقريبا كلها بنفس المستوى. أيوة. وفي طفره كبيره جدا في التعليم الفني. أيوة. وطبعا بعد كلام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بان العام عام العلم. أيوة. فطبعا في اهتمام كبير جدا من جميع المسؤولين وعلى على اعلى مستوى فيها يعني. ايوه. فان شاء الله احنا عاملين حملات متابعات كامله لجميع المدارس بانها تكون على اعلى مستوى. أيوة. خلص متابعات دي بقالنا تقريبا اكثر من شهر من بدايه الاجازه الصيفيه، والحمد لله يعني وصلنا للنتائج ديت بمجهودات الناس كلها ودعم القياده السياسيه معانا. يا كل التوفيق، واحنا يعني سعداء ان احنا قدمنا هذا النموذج. زي ما كنا برضو بنهاجمكم النهارده بنديكم حقكم. اشكرك الاستاذ احمد سويد مدير التعليم الفني بمحافظه المنوفيه. طيب هنروح ليه من المنوفيه نروح للفيوم، محافظه الفيوم.